السلام عليكم وأهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن مشروع الذهب الأسود أو الرمال السوداء. الكنز الموجود على امتداد شواطئ البحر المتوسط واللي قررت مصر مؤخرا استخراجه واستغلاله. المشروع ده مهم جدا لأنه بيعد أساس لتوطين جميع الصناعات المعدنية وهينقل مصر نقلة صناعية كبرى. هنعرف كل التفاصيل، تابعونا لآخر الفيديو. في البداية عايزين نعرف ايه هي الرمال السوداء وبتستخدم في ايه. النوع ده من الرمال عبارة عن رواسب شاطئية تقيلة بيكون لونها اسود وبتتراكم على بعض الشواطئ او بالقرب من مصبات الانهار الكبيرة، وبتتكون من معادن تقيلة زي الماجنتايت والألمونايت واللي بيتم استغلالها كخامات في صناعة الحديد. الرمال السوداء كمان بتحتوي على بعض المعادن المشعة واللي ليها اهمية اقتصادية كبيرة جدا ولا تقدر بثمن زي المونازايت واليورانيوم المشع ومعادن كتيرة بتدخل في صناعة الصواريخ والسيارات والطائرات ومعادن الإشعاع النووي اللي بتستخدم في الصناعات الحديثة. أهم البلاد اللي بتشتهر بالرمال السوداء في العالم هي الهند والبرازيل ومصر، والميزة الكبيرة إن الرمال السوداء موجودة في مصر بتركيزات عالية جدا وموجودة بطول 400 كيلومتر في حوالي 11 موقع على السواحل الشمالية. ومؤخرا قررت مصر استغلال كنز الرمال السوداء اللي كان بيتم سرقتها في السابق على مدار عشرات السنوات، وحاليا تم تأمين مواقع الرمال السوداء وإنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء واللي هدفها تعظيم الاستفادة الاقتصادية من كنز الرمال السوداء الكبير اللي هيساهم في تطوير الصناعات المعدنية وتنمية الاقتصاد الوطني وتقدمه. المصنع الأول للرمال السوداء تم إنشاؤه شرق البرولوس بقرية الشهابية على مساحة 80 فدان. المكان في البداية كان برك ومستنقعات، فتم تسويته وتهيئته للعمل وإقامة المصنع. أما المصنع الثاني فموجود شمال الطريق الدولي بالبرولوس على مساحة 35 فدان واستثمارات تقدر ب 24 مليون دولار. أما عن مكاسب المشروع، مصانع الرمال السوداء هتسمح باستخراج 41 عنصر معدني بيستخدم في 41 نشاط صناعي، أهمها هو صناعة هياكل الطائرات والسيارات. يعني هتكون بداية نهضة صناعية كبرى في مصر إن شاء الله. وتم تدريب عدد كبير من الكوادر المصرية في المجال ده باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية عشان يكون متاح قاعدة من العمال والمهندسين المصريين تقدر الدولة من خلالهم تعظيم استغلال الموارد الاقتصادية في المستقبل. بسبب الطلب العالمي المتزايد على مشتقات الرمال السوداء، الحكومة المصرية وضعت خطة لتصدير فائض الإنتاج للسوق العالمي، وده هيزود الدخل القومي بشكل كبير السنوات اللي جاية. شركة الرمال السوداء من جانبها انتهت من بناء وتطوير مصنعين ليها في البرولوس في كفر الشيخ، بالإضافة لتطوير 20 منزل قروي موجود في موقع المصانع كمساهمة منها في تطوير المنطقة ورفع كفاءة الخدمات فيها. ومؤخرا تم الانتهاء وافتتاح المرحلة الأولى لمصانع جديدة في رشيد لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء. ومصنع رشيد واحد من مجموعة مصانع بتضم البرولوس ودمياط وبورسعيد وغليون، واللي هتحقق دخل سنوي هيعادل تلت دخل قناة السويس تقريبا، بالإضافة إنها هتوفر الآلاف من فرص العمل. وإن شاء الله قريبا مصر هتكون رائدة في استخراج.
الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.